من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. ممكن يقرر دكتور الأسنان أنه قلع أحد الأسنان جراء النخور السنية، فكيف ممكن نعوض هذا الفقد وما هي أنواع التعويضات السنية؟ متى نلجأ لعمليات التجميل وكيف تكون طبعا الإجراءات في هذا المجال وآخر تطورات أيضا في هذا المجال، وكيف يستطيع أطباء الأسنان من خلال طبعا هذا المجال عمل التجميل أو حتى الزرع أو عمليات أخرى؟ سنكون بتفاصيل مع الدكتورة رنا شريبة أخصائية في طب الأسنان. بدي رحب فيك دكتورة، لك يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتورة رنا. خلينا نبلش هيك بالأسئلة البسيطة، شو أسباب التسوس وكيف فينا نوقي حالنا من التسوس وكيف فينا نعالجه؟ هلا هذا السؤال كثير بينطرح على فعلين على فكره. هو ابدا مو بسيط، يعني بالعكس نحن بنحاول دائما نعرف فعلا الوقايه هي خير من قنطار علاج. فالتسوس معاناه الجميع تماما، يعني لنوصل قبل ما نوصل لمرحله التجميل بنحكي فيها معك، ففعلا هو سؤال مهم. تفضلي. هلا بشكل عام لك التسوس ما له سبب واضح، يعني ما فينا نقول هذا السبب التسوس ووقفنا هون. في عدة أسباب. في عندك السبب الأول والأهم هو إهمال الأسنان، يعني صحيح. لما بنهمل النظافة الشخصية بنهمل العناية الشخصية، أكيد تجمع صحيح. البكتيريا هي قولا واحدة بدها تعمل تسوس. في عندك نوعية اللعاب، يعني في عن جد مرضى بيكونوا كتير معتنين وعنايتهم توب ويا حرام بيعانوا من النخور بشكل دائم. هي سببها نوعية اللعاب اللي بيكون بالوسط الفموي كتير بيأثر. في أسباب وراثية، يعني كتير أشخاص كانوا بتشوفي عندهم هي جد من الأسباب الحقيقية، يعني بتشوفي بالعائلة هي الأسباب متتالية. في عندك أمراض اللثة، في أمراض السكري، في بعض الأمراض كمان هي عم تأثر، بتعمل تسوس، بتعمل التهابات بالنسج، بتعمل. فهي عدة عوامل، ما فينك تقولي هذا السبب للتسوس، بس دائما بنقول لا، أعطي العناية اللازمة، أعطيني بسنانك، العناية اليومية والتفريش اليومي، وأكيد هون بتوقي قد ما كان نسبة، يعني ما راح نقول غير 70 ل 80%. يعني كتير حلو. إذا هو أهم شيء فعلا نحن اليوم يكون عنا عناية شخصية قبل ما كتير. نوصل لموضوع قلع الأسنان، أو نحن موضوعنا الأساسي هو اليوم التعويض السني أو التعويضات السنية، كيف ممكن نحن نحافظ عليهم قبل ما نوصل لهي المرحلة. فخلينا رنا ندخل بموضوع التعويض السني، شو هو يعني بداية نتعرف عليه؟ هو حالة من حالات العمل بمجال الطب. هلا هو تعويض، شو هو تعويض الفقد السني؟ تعويض من كلمة تعويض، هو تعويض الفقد السني، الفاقد السني. ففي عندك عدة أنواع للتعويضات السنية. في عندك الجسور بأنواعها، هلا بندخل بأنواعها طبعا ليعرفوا المرضى كيف طريقتها وكيف أنواعها. وفي عنا الزرع بحال فقد السني، واللي هو الأفضل والأحسن، بس يمكن الأغلى. الأغلى لهيك هلا منلجأ، يعني أيام في حالات، وحتى في حالات أنت مانك ما بتوصلي للزرع لسبب واحد، أنه في عندك حوالين المحل الفقد بيكون الأسنان أساسا بدها تتويج، صح؟ فهون أنت لا، بتتوجي الأسنان وبتعملي مثل نحن بنسميه جسر أو بريدج، محل الفقد، وبيعوض عن هذا الفاقد اللي نحن خسرنا. وبرأيك يعني أو غالبية المرضى اللي عم يجوكي عم يتجهوا للجسور لأنه أرخص ثمناً، بس بدي أسأل هلأ مثلاً في عنا عقوبات وفي كتير مواد عم تكون كتير غالية وممكن تكون صعبة، في نقص كبيرة. في نقص بهاي المواد؟ هلأ الحمد لله هلأ ما كتير عانينا من نقص المواد، يعني لحد منيح عم نقدر نأمنها، بس المشكلة بالكل اللي عم نعاني منه هو الأسعار. الأسعار يعني عندك الزرع صار، يعني إذا بدك تزرعي زرعتين أو ثلاثة فبدك تحضري ميزانية يعني كبيرة، يعني حتى ممكن زرعة في كتير ناس ما عندهم قدر عليها، يعني ممكن يأخذوا فيك متحرك بدل الزرع، جسر ممكن جدا بدل الزرع، هو عم يكون تعويض جيد يعني بهيك حالات، وكمان دائم، يعني دائم. هلا نحن عم نحكي على الفك المتحرك، لو اخذت مداخله زي الفك المتحرك وضع ثاني، وضع ثاني، يعني هو الجسر شيء ثابت بينحط فوق الاسنان، بتتحضر الاسنان على جانبي المكان الفقد وبتتوج وبصير مثل مبدا الجسر تماما. اما الفك هو بحال فقد. بدنا نشوف هلا صور لحالات هي هلا فقد على الشاشه، فيك تكملي شرح. وفي عندك الجهاز المتحرك، هو بيكون في فقد خلفي، أوكي. يعني ما عندك شيء انت تستندي عليه، ممكن تعملي جهاز متحرك فيه جزئي، فقد كامل، جهاز متحرك كامل،
هون بيختلف نوعية الجهاز المتحرك حسب بقى مكان الفقد وإذا كان موجود أسنان أو لا. تمام، يعني نحن قبل ما فعلا يعني ندخل بموضوع أنواع يعني الزرع أو أنواع شو بدنا نحط جسر متحرك أو شو بيناسب الحالة، خلينا نحكي عن أنواع التعويضات السنية بشكل عام لحتى نتعرف التقاسيم. يعني نحن عندنا فك ثابت، فك متحرك، زرع، تعويضات مختلفة. خلينا ندخل بهي التفاصيل لحتى نعرف أنواعهم، بعدين نعرف كل حالة شو ممكن يناسبها نوع من أنواع التعويض السني. تفضلي دكتورة. هلأ أنت عندك بالتعويض السني في شيء مبلش بالأجهزة، أنواع التعويضات السنية. أنواع التعويضات، في عندك أجهزة ثابتة نحن بنسميها اللي هي جسور أو تتويج، في عندك أجهزة متحركة اللي متعارف عليه البدلة أو الفك المتحرك. تمام. هي كمان هي في حال فقد الأسنان بشكل كامل بحال يا دكتورة، لا وفي فقد جزئي. ممكن فقد جزئي. نعم. يعني هلا انت اذا بدنا نحكي عن البريدج، هو الجسر هو بيكون في فقد بس مكان وموجود اسنان حواليه. يعني انت موجود اسنان ورا قدام، فانت قادره تعتمدي عليهم وتعملي جسر بهي المنطقه تعوضي مكان الفقد. في عندك الاجهزه المتحركه، هي بيكون في فقد خلفي، نحن ما عندنا اسنان نعتمد عليها خلف، فمضطرين هون نعتمد على جهاز متحرك إلو مثل أجهزة تثبيت بينحط، بيضطر المريض طبعا لا يشيله ويحط، يعني ما نو ثابت. وفي بحال الفقد الكامل أو الدرد الكامل، هون الجهاز المتحرك الكامل. طبعا عم نحكي بحال نحن استغنينا عن الزرع، هاي بمراحل عمرية متقدمة أكيد لحتى يفقد. هلا الفقد الكامل غالبا بيكون مراحل عمرية متقدمة، نادر ما تلاقي مريض عنده فقد كامل إلا طبعا في عندهم حالات أمراض أو حوادث أو لا سمح الله أو هيك، فهي ممكن تعمل فقد كامل. هلا نحن عم نحكي عن الأسنان، وهلا ما بعرف يمكن متطلبات العصر أو الحالة عم تخلي الصبايا أو معظم الناس مو بس الصبايا عم يتجهوا لطبيب الأسنان أو بدهم هي الابتسامة هوليوود الجميلة. تمام. برأيك هاي الأشياء كمان بتأثر على الأسنان قوتها وصحتها؟ هلا اكيد، يعني بشكل عام دائما بنقول ما انك بحاجه حافظ على اسنانك بطبيعتها، لانه ما في شيء مثل الاسنان. في ناس بيقولوا لا في فينير في لومينير، هدول بيكونوا اخف على الاسنان، أخف بس يعني انت عمليا كمان يعني شلتي طبقه من السن. يعني في برد في في ازاله طبقه من السن. طبعا في ناس بتحتاج صدقا بتكون يعني عندها معاناة بالابتسام، تشوفيها بتبتسم سكرة ما قادرة تحكي، ما عندها ثقة، يعني ما هو الأسنان بتعطي ثقة جد كثير مهم عندها. انه بتصير في ناس بتجي عندي انه بس بدي اضحك، بس بدي انه احكي، بس بدي نفسيتها بتصير احلى، ايه مضطر بتعملي هي الاجراءات فينير ولومينير. هلا الاقل أذى هي الفينير واللومينير مثل ما حكيتي، لأنه فيها برد أصغر إلى السن. طبعا بحال عدم الوجود فقد بالأسنان، هي على فكرة كمان نرجع لموضوع الفقد، في حال الفقد ما بيقدروا يعملوا لومينير أو بدك أكيد شيء تثبتي عليه. طبعا هي مثل القشرة، مبدأ العدسة اللاصقة تماما، اللينسز نفس المبدأ. هي اللومينير نفسها بسماكة اللينسز تقريبا، يعني بتنحط طبقه على الاسنان، فهي عمليا ما فيك تعودي محل الفقد، لان فوقها رح تكسر. والتبييض الليزري كمان اذا كان في فقد ما فينا نعمله ولا فينا نعمله؟ لا هذا ما له علاقه بالتبييض الليزري، وامن امن يعني اكثر من اللومينير والفينير. هلا هاد شيء وهاد شيء، يعني اللومينير والفينير انت عم تغيري شكل صفه اسنان، لون اسنان، عم تغيري شكل الابتسامه. اما التبييض انت ابتسامه المريض نفسه بس، اعطيتيه لون أجمل لون أحلى، ما بيضاعف السن، لا ما إله أثار جانبي، ما إله أثار جانبية، وعم يعطي نتائج كتير حلوة، وعم يعطي ضيان حلو للمريض. والتبييض المنزلي، هلأ التبييض المنزلي مشكلته سوء استخدام. يعني هو فعال ولا ما نفعل؟ مادة كيميائية أنا ما كتير بفضلها للمريض، ممكن نستخدمها بعد التبييض الليزري لفترة قصيرة، وأنا بتمنى دائما بإشراف الطبيب للمريض. مثلا هي في إلى وقت محدد، فالمريض ليأخذ بياض أكتر وبيحطها فترة طويلة، فتلاحظي منظر طبشيري للأسنان. أيوة. أو أذى أو إزالة طبقة من الأسنان، فأنا ما كتير بفضل يستخدمها المريض غير بإشراف طبي. يعني سلبياته أكتر من إيجابياته. طيب تمام. دكتورة نرجع هيك لمحورنا الأساسي اللي هو فقد الأسنان وطريقة يعني التعويض السني عنه. اليوم نحن رح نحكي عن هاي التفاصيل، لكن في سؤال تبادر لذهني، هو سؤال كتير مهم باعتبار دخلنا بموضوع التجميل والجمال للفكين والحضور اللي بيعطي ثقة دائمة. يعني بحضور الأسنان سواء اللون أو حتى الشكل، قدي ممكن يأثر فقد الأسنان أو حتى تغيير أو تركيب الأسنان الجديدة على
جمالية الوجه، علاقة التجميل الوجه بتجميل الأسنان؟ نجاوب على السؤال الأول قدام وأسر يمكن أسر الفقد بعدين. نجاوب بنسمعك نحن. هلا أولا الفقد أول شيء بده يأثر على المضغ. يعني أنت عملية المضغ، ضمور الفك، ضمور عظم الفك ممكن يأثر، مشاكل نطق ومشاكل نفسية. يعني في حال في فقد أسنان بجهة أخذ المريض المضغ على جهة تانية ممكن يغير ممكن بنسيج الوجه ويأثر على المضغ أو فقد أسنان خلفية بده يمضغ على أسنان أمامية، فأنت عمليا سببتي بروز فك سفلي، وبنفس الوقت ممكن بعد فترة تشوفي الأسنان الأمامية لأنه هي ضعيفة ما بتتحمل بلشت كمان تتراجع المريض. يعني تمام. ونسيج الوجه دكتورة ممكن يتغير يصير يتأثر إذا كان فقد كبير أو فقد أمامي. يعني عمليا دائما دعم الشفاه ودعم الخد من الاسنان وعظم الفك، لما بده يصير فقد اسنان ضمور عظم الفك فانت عمليا هي المنطقه اكيد بده يصير فيها مثل ضمور او بروز من قدام او ضمور او حتى ممكن يصير فك في جهه اكبر من جهه. هلا احيانا بنشوف في خد اكبر من خد يمكن بحال نتيجه فقد جهة. نتيجه الاستخدام بالمضغ من جهه اكثر من جهه ثانيه. ايه بحال فقد تحديدا ممكن هي. تمام. يعني اذا موجود الاسنان ومضغ ما بياثر الوجه يعني بشكل عام له علاقه كثير بجماليه الفكين بشكل هلا عام. بشكل عام هلا صار كثير الموضوع تجميل الوجه هو شيء ما فينا نهمله لانه هو اساسي. أنا برأيي طبيب الأسنان أكثر شخص ممكن يقدر يميز بمناطق حوالين الفم بمناطق الوجه التجميل ويعرف نقاط التعديل. فبرأيي كتير مهم هو تجميل الوجه، تجميل منطقة حوالين الأسنان، خصوصا المرضى اللي بيعملوا ابتسامات تشوفي دائما في طلب أنه نحن بدنا نعمل باقي الوجه. صحيح دكتورة، لأنه عم نحكي عن التجميل هلا كتير شائعة موضوع الضحكة اللثوية، كتير بنات أو حتى رجال عم يعانوا منها، حضرتك عم تحكي بالموضوع. فهي في عالم بيلجأوا لقص اللثة، في عالم بيلجأوا للفيلر، في عالم للبوتوكس، فحضرتك شو يعني شو بتشوفي هو يلي بيعطي مظهر صحي وطبيعي أكتر؟ هلا ليكي كل حالة وإلى في إلى نوع علاج. يعني إذا أنت عندك منظر ابتسامة لثوية بس ما بتتعدى 50 ميلي فأنت قادرة هون بالبوتوكس بهي المنطقة إرخاء الشفة شوي فبتعطي منظر كتير حلو، بتغطي اللثة وبشكل جمالي كتير حلو. في احتمال تاني هو الفيلر، تكبير الشفة إذا المريضة طبعا متقبل. في مريضة أنا بدي أترك شفتي على حالة ما بدي هي، فهم بتعملي بوتوكس بس بترخي عضلة الشفة. بدل في مرضى هني اساسا بدهم يعملوا فيلر او بدهم حجم اكبر للشفاه، فانت قادره فيلر تغطي. طب بتغطي تماما يمكن اذا اسنانهم كبار او ضحكتهم كبيره بدهم يكبروا تمهم ليصير في تناسب او هلا يعني ممكن تكون حاله يعني جماليه بس مو اوفر، يعني مو بس انه انا بدي كبر تمي بس انه انا بدي تناسق تماما. هلا انت اساسا الابتسامه الحلوه شو هي؟ الشفة العلوية تكون على صف اللثة يعني تماماً على حدود اللثة، والشفة السفلية كيرفت أوكي. يعني بتدخلي بعمليات يعني التجميل؟ يعني هلأ في الأنجري سمايل دائماً بسمعهم عم يحكوا أنه عندهم ابتسامة غاضبة. هي الابتسامة كتير بيحاولوا أنه يدخلوا بمجالها ويعطوا يا بوتوكس يا فيلر. عم نشوف حالة معنا هون على الشاشة، تخبرينا عن هاي الصورة دكتورة. هي حالة بوتوكس، ليكي شوفي حجم الشفة تقريبا نفسه بس ارتخت الشفة صارت على مستوى ذكرتي مستوى الأسنان. يعني هي الابتسامة المثالية يلي عم نشوفها. تماما هي الابتسامة دائما الحلوة، يعني انه دائما بتبتسمي يبين على صف الأسنان فقط. تمام. يعني ما نطلع على بروز خلينا نقول او ظهور اللثة بشكل عام. هي فعلا الابتسامة اللثوية اللي دائما الناس بتكون ناس بتعاني منها. تماما. نرجع شوي نحكي عن الابتسامة الغاضبة، هاي الابتسامة اللي كتير من الصبايا فعلا بيعانوا منها، انه انا عم ببتسم بس ما عم بيكون في روح بابتسامتي او جمالية بوشي، فشو ممكن يكون علاجها؟ يعني هلا في ناس عملوا فيلر لكن حتى زادت بعض الاحيان، بيكون طريقة مكان الحقن. تماما. يعني خبرينا عن تفاصيل هاي الابتسامة. بيختلف مكان الحقن تماما. يعني انت دائما لما بدك تحقني شو هي البوتوكس؟ ما بعرف اذا فيني اخذ بس البوتوكس فرق عن الفيلر. يعني نحن أكيد. البوتوكس هو شلل العضلات بشكل جزئي، بشكل انه انت مناطق التجاعيد اللي حوالين الفم اللي تحت العين فوق الجبين، هاي المناطق نحن التجاعيد بدنا
نوقف العضلات مشان ما تزيد. تمام. أما الفيلر فهو مادي مالئة. مالئة صحيح. يعني هون في فرق أنت بالاستخدام للاثنين. لكن دكتورة تحديداً البوتوكس في مناطق عضلية بيقولوا ما بينضرب البوتوكس فيها، ممكن تصير فيها شلل. أكيد. يعني دكتور الأسنان تحديداً اللي بيعرف تفاصيل أو تشريح هاي المنطقة كتير. لحتى يقدر ياخد النقطة الصحيحة بضرب البوتوكس. خصوصاً عفكة برسم الشفاء. مثلث الموت. بسموه مثلث الموت لهي المنطقة. هي المنطقة. تمام. يمكن أي ضربة هي خطيرة جدا، خصوصا هلا ليك كثير مننبه على هي القصة، هي المنطقة هون وهون حقن البوتوكس، حتى حقن الفيلر هون بدك تكوني دقيقة جدا بمنطقة الحقن وبحجم إدخال، يعني مسافة إدخال الإبرة. يعني هي مزبوط هذا مثلث الموت، طبعا ما رح نخوف الناس، هي حاله وحالات نادره جدا وبده يكون حدا غير متمرس ليعمل هالمشكله. اوكي. بس بدها بس حدا كثير موضوع الاسنان دكتوره. هلا قص لسه ما حكينا عنه، هل هو اجراء صحي او ما بيأذي ولا وامتى بتنصحوا فيه؟ هلا مثل ما حكينا اول شيء كنا هيك عم نحكي انه اول شيء في عندك اجراءات اذا كان اقل اجراءات من 50 بسيطه مثل البوتوكس والفيلر، بس في حالات انت بتضطري لقص اللثه لما بيكون مسافة كبيرة، أو مريضة ما بدها تجميل، أنا ما بدي تجميل، أنا بدي أعمل علاج، أو أسنان قصيرة وهي الأهم. يعني لأ أنت أسنان قصيرة عندك وابتسامي لسوية، لا نقص اللثة ونعطي شكل جميل للأسنان أحسن ما نعمل بوتوكس وفيلر وآخر شيء أسناننا قصيرة هي أساساً مو جميلة. دكتورة كمان في حالات في ناس بيكون عندهم انحسار باللثة، هدول يمكن مشكلتهم أصعب أو شيء، في حل لهذا الموضوع أو شو أسبابه؟ هلا حالات انحسار اللثة هون صار مجال تاني، هون أنت إجراء جراحي لسوي بحاجة ضروري يعني. فهون في إجراء هو تطويل اللثة، يعني بدك تعملي إجراء جراحي نقوم فيه بتطويل اللثة. وأسبابه ممكن إنه لعاب كلسي، ممكن هذا هو سبب. هلا أسبابه ممكن إذا بدك تحكي على الأسباب أو من التوب إنه في عندك أكتر شيء الصحة اللثوية، إحنا دائما نعطيها السبب الأساسي، صغير الأسنان، المرضى اللي بيكزوا بالليل، بيكزوا على أسنانهم بالليل كتير، الأمراض العامة، بعض الأمراض العامة كتير بتعمل إصابات لثة وبالنتيجة، والقلح اللثوي هو من السبب الأول إذا بدنا نحكي، إنه تراكم اللويحة مبدئيا بتتحول لطبقة كلسية، فبتشوفي بعد فترة مريض هملة. ونحن عندنا فكرة عامة كتير غلط إنه لا تنظف الكلس بصير أسنانك كيل معه وبيصير لا خلي زيادة الانحسار يمكن طبعا ما هي كتير مؤذية، بس ما بعرف هالفكرة العامة من وين نحن أخدينا إنه لا تنظف تركون ممكن يكونوا غلاف إنه بيحموا الأسنان إنه هي هالمسافات بين السنين ما بدنا إياها، ما هي الصحي هون الجمال يعني صحيح. طيب دكتورة بنرجع شوي هيك لموضوع البوتوكس والفيلر، هلا اليوم عم نشوف في أخصائيين تجميل بهذا المجال، عم نشوف أطباء أسنان عم بيشتغلوا أيضا بهذا المجال، برأيك يعني اختصاص التجميل تحديدا هو بحاجة لدراسة معمقة وأساسية من قبل أخصائي تجميل، أم ممكن دكتور الأسنان يكون عنده خلفية وقاعدة أساسية لمنطقة الفكين، لأنه هلأ في اختلاف بالرأي بين أطباء التجميل أنه هاي المنطقة ما بتاخد بوتوكس، أنه فيلر فقط. ما بتاخد بوتوكس غير هون على فكرة، أما الباقي فيلر. يعني في يعني ممكن اليوم يكون في اخصائية تجميل او اخصائي تجميل بمجال طب الاسنان لهي المنطقة تحديدا. هلا لقلك شغلة، اول شيء طبيب الاسنان او علاجية، ممكن تكون علاجية من بعد كمان. طبيب التجميل المسافة هي المنطقة هي، لانه نحن هذا التشريح بنكون يعني كل مادة كل شغل هون في تشريح الوجه، فنحن كتير عنا بيكون معلومات وخلفية لهالقصة. الشغلة الثانية انه اكيد دكتور الاسنان لو انه هو عنده خلفية للتشريح فهو لازم يكون مثل اي طبيب عم يشتغل تجميل عامل الكورسات كاملة لحتى يفوت مع تجارب عملية مع شغل عملي. انا ضد انه عملنا كورس ويلا نشتغل، انت بدك تعطيه حقه للتجميل لانه هو عفكة هو فن طبعا، يعني هو على فكرة نظرة يعني نظرة انت صحيح. لما بترسمي شفة او بترسمي حوالين هي المناطق لما بترسميها غلطة ممكن تشوه كل شيء، غلطة بسيطة يمكن. وغير انه تشوه انت بتفقدي جمالية يعني بدل ما تعطي جمالية انت هون عم تخربي يعني تماما. فهي فن وبنفس الوقت لا اكيد بده يكون في كورسات ودورات قبل لحتى يفوت هذا المجال.
بس برأيي لا، طبيب الأسنان كثير بيكون عنده موضوع معمق عن هاي صحيح، المنطقة، وخصوصا فهو بهاي قادر المنطقة يرسم. اللي هي منطقة مثل ما ذكرنا منطقة فعلا حساسة وحذرة، ولازم يكون في تشريح صحيح ودقيق وعميق بهاي المنطقة هاي لحتى ما المنطقة تسبب يعني مثلث الموت مثل ما لا ذكرنا سمح أي الله، لا هي حالات ردة فعل. نوادر ما تصير، فما بتخوف بدنا يعني نقول إن لك شاء الله. دكتورة دايما يعني الجمال هو عنوان للأنثى، وحتى اليوم للشباب كتير عم بيشتغلوا بهذا المجال، فبدنا نقول لك كمان حقهم يعني بدهم يعطيكي ألف يهتموا. عافية. ميرسي، طبعا ويعطيكم ألف نورتينا عافية. بصباحنا، شكرا لك تسلمي، دكتورة، ميرسي، نورتينا يعطيكم ألف دكتورة، عافية. شكرا كتير لك. وهلأ مش